عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنرحبوا بكم في القناه ديالكم. مرحبا بك. مرحبا بكم، وكنتمنى لكم ان شاء الله تقدموا معنا اوقات طيب وسعيد، اوقات طيب وسعاده. انا والابن ديالي محمد، مرحبا بكم. اليوم شنو غندير السي محمد؟ ما عرفتش قلت لي سولته واش شوف قدامك غادي يبان لك كل شيء. المعمر باين المعمر كاين هذا ما كشتاش المعمر العزيز عندي ياك، داك الشيء العزيز عندي ماشي مشكل الحمد لله. اليوم ان شاء الله غادي نديو لكم واحد شي كريسات كيجيو رائعين وكيجيو معمرين، كنديروهم معمرين بالكفته ان شاء الله. هذا داك الكعيط كنديروا هاد الكريسات ديالنا بالكفته، يعني كيجيو زوينين كيجيو رائعين. تبعوا معايا الوصفه ديالي ان شاء الله اللي غتعجبكم باذن الله. ان الفرس 1 كيلو الفرس على حسب العائله، دائما على حسب العائله. عائله كانت كبيره ديروا كيلو، كانت كبيره بزاف كيلو ونص 2 كيلو شحال ما بغيتوا انتما والعائله ديالكم. دالت كانت صغيره نقسموها نص كيلو، نقدروا نزور الرابعه غير ديال الطحين، نقدروا على حسب العائله ديالكم. هنا ما تحلوش، دائما الوصفه كنقسموها على 2 على 4 على تنقسموها على 6، يعني مع عمليه القسمه ان شاء الله. وتشوفوا المقادير وديروا المقادير مضبوطين هكا باش تحصلوا على نتائج مزيانين. كيلو ديال الطحين، هنا عندنا تقريبا واحد 60 غرام ديال الزيت، هنا عندنا 30 غرام ديال الخميره، 50 غرام ديال السكر، عندنا واحد معلقه صغيره عامره ديال الملحه، وكيلو ديال الفرس كما قلنا لكم. بالنسبه للعماره غادي خصنا واحد 800 غرام ديال الكفته، واحد 2 بصلات، شويه ديال القزبور معدنوس، شويه ديال الفلفله الحلوه، وشويه ديال المطيشه، وشويه ديال الزيت، الزيت النباتيه مع زيت العود مخلطين. هنا عندنا ملحه، بزار والكمون، وغادي ندير واحد شويه ديال الحر، غادي ندير شويه ديال الحر. يا اما تقطعوا فلفله حاره، يا اما ديروا حار، الحار معروفه يعني، ولا تحميره حاره، يا اما الصوص حاره، اللي بغيتو نتوما على حسب داكشي اللي كيعجبكم. واللي ما كيعجبوش الحر ماشي ضروري باش يديروا ان شاء الله. العمليه الاولى نوجدوا العجينه ديالنا، لان العجينه ديالنا خصنا نخليوها تخمر. الماء طفي على داك الماء، الماء خصو يكون دافي، الشتا هادي دائما الماء دافي يكون دافي. غادي ناخذ الباسينه ديالي بحال هكا، شوف واش دافي ما يكونش طايب. هي دافي دافي. غادي ناخذوا الفرص ديالنا، نديروا السنيده، نديروا الملحه، نديروا الزيت، يمكن لكم ديروا الزيت النباتيه، يمكن لكم تخلطوها مع زيت العود. وهنا ان شاء الله غادي ندير الماء ديالي، والعجينه ديالي خصني نخدمها مزيان. الخميره ما كنديرهاش دائما في الاول، دائما كنخليها حتى الاخر، الخيط الكهربائي ما مديورش. غادي نعجنوا العجينه ديالنا، نعجنوها مزيان. هنا ان شاء الله غادي نضيفوا الخميره ديالنا ها هي، وغادي نعجنوا العجينه ديالنا مزيان. وبطبيعه الحال الا كان العجينه ديالنا على حساب الماء، الا كان خاصنا الماء غادي نضيفوا شويه الماء. العجينه ديالنا ها هي، باش نعرفوا العجينه ديالنا معجونه كتكون شاده راسها مزيان، هذه هي العجينه، وكتكون رطبه ما تكونش قاصحه بزاف. وغادي نغطيها بشي حاجه ونخليها. بالنسبه للحشوه اشنو كتقول في الاول ديال الفيديو؟ اي نسيت قلتها اليوم، ديروا لايك ان شاء الله، وخص الفيديو يوصل 3000 لايك ان شاء الله، وبارطاجيو مع اصدقائكم وعائلتكم، وطبعا خليو لنا التعليقات ديالكم والاسئله ديالكم للشيف، وابوناو في لاشين ما كنتوش تابونيزو، وفعلوا الجرس طبعا، فعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد دائما. شكرا لكم. بالنسبه للحشوه هنا الشيف سير 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 على بركه الله. ندير البصله، غادي نديرو بصله وتخوي عليها العطريه، ودير الزيت كميه اللي غادي تكفينا لهذيك الكميه الكبيره ديال الكفته. وغادي نديرو نديروها في المقله ونقليو البصله ديالنا، يعني نشحروها مزيان. صافي شحالات، خليها تات ان شاء الله. درنا البصله ديالنا ها هي، خصنا نخليوها تتشحر مزيان. نجيب المواد كلهم لهاد الجهه، شنو بقى؟ جيب لي الحر الثلاجه، جيب ليا يعني الحر، نشوف الحره الهريسه الحاره.
الكفته ديالنا خصها تكون ما يكونش فيها تكون فيها شويه ديال الشحمه، ما تكونش فيها الشحمه، ما تكونش فيها كثير الشحمه. الكفته ملي كتكون فيها الشحمه كثيره كتبان، كيكون فيها بزاف ديال البيض، ديال حبويبات بيضين. هنا غادي نديرو كلشي المواد ديالنا المتبقيه. الكفته غادي نخليها هي الاخرى هاد الوصفه بالضبط. بالنسبه للولد قال لك الفلفله خمال، هو ما خصوش الفلفله، يعني الا عطيتي له الفلفله خصو 3 أو 4 الحبات خصو ياكلهم بوحدو. يعني ما الشهية ديالو تبارك الله. أما الشاف مسكين راه ما يفوتش حبة، حتى واحد ما يفوتهاش. أنا اللي كان أكل حقه. خليو هادشي ديالنا حتى يبان، حركو معاك. العجينة ديالنا حتى يعني خمرات شوية، غادي نحاولو نحيدوها من البسمنة. الصوص ديالنا هاهي كطيب، غادي نحاولو نخرجو منها كريات شوية كبار بحال هكا. هاد الكرات إن شاء الله اللي غادي نديرو منهم هاد الحشوه ديالنا، وغادي نديرو فوق منهم فرماج من الفوق، كيجيو رائعين وهائلين. تسمو صوبوا هاد الكريات ديالنا. دروكا دائما العجينه في فصل الشتاء ما تحاولوش تخليوها واحد الفتره عريانه، دائما كي تصوبوها غطيوها. شط لينا شويه د العجينه، غادي ناخذو هاد الاولي نزيدو ليهم ونغطيوها ان شاء الله ونخليوها حتى نوجدو الحشوه ديالنا. نزيدو الكفته ديالنا، نزيدها الكميه ديال الكفته اكثر من الكميه ديال البصل. ديك شويه واحد مرتيشه درنا، واحد مرتيشه درنا، واحد الفلفله درنا، جوج بصلات. شتونا ما درناش القرقوم، ما درناش يعني الملوين، اي ملوين ما درناش، التحميرات هي خلينا الحشوه ديالنا طبيعيه. لأن هذه إن شاء الله غادي نوريكم غادي نضيفو ليها إن شاء الله في الأخير شوية ديال الكريم فريش. اللي بغا يدير ليها الكريم يدير ليها، اللي ما بغاش بلاش. الكريم فريش بلا سكوار، يعني ديال الطياب
كلش نفسك هذا تاع كل هذيك اللي هذيك اللي مخلطه مع الشحمه ولا غير ستيك؟ لا هذه فيها شويه الشحمه اللي فيها الشحمه بزاف. لا ما وانا ما كنصحش الناس ياكلوا اللي فيها الشحمه بزاف، يعني الشحمه خصنا ياكل في النهار الانسان واحد شويه. الشحمه الدور ديالها انها كترطب لينا الكفته ديالنا، كتجي الكفته ديالنا رطبه، الا ناشفه كامله ما فيها الشحمه كتجي شويه ما ماشي هي هذيك، لا بدا ما تكون شويه الشحمه شويه الهريسه هانتوما غير شويه ماشي بزاف، ما تكونش مالحه بزاف. وهنا ان شاء الله غادي نديرو شويه ديال لاكريم فريش فيها واحد لوكو مختلف جدا. هنا ان شاء الله غادي نضيف شويه ديال لاكريم فريش هانتوما غير شويه، واحد الكميه مكلش كثيره. وغادي نجيبو واحد المعلقه ديال الفورس، جيب ديال الفورس ابيض راح داك تماك، الفورس الابيض واحد المعلقه غادي نديرها بحال هكا. هنا اش درت؟ بحال الا درت شي بيشاميل غادي نديرها بوحدها، يعني زدت هذيك الكريم ودرت ليها واحد المعلقه ديال الفرش الابيض. واش غادي ترجع؟ غادي ترجع بحال الا درنا لا بيشاميل، والكو يختلف، يعني كيجي كو رائع. داك الفرص ديالنا وداك لاكريم يعني يشربوا هاد المقادير ويندمج معاهم مزيان لتجي هائلة في المذاق ديالها. وما تنساوش دائما اللي كيطيب خصو يذوق. دائما الانسان يذوق، لان الذوق ماشي الانسان يطيب واحد الحاجه ما عمرو دار يديه باش يذوقها. طيب وذوق في نفس الوقت. هنا ان شاء الله هذه هي نص الحشوه ديالنا طيبه، هذه نزجوها نخليوها حتى تبرد عاد نخدموا بها ان شاء الله. هذه هي خمرات، يعني كتخمر كنحاول نسرحها شويه، وهنا كنعرضها بحال هكا ونخليها غليظه شويه في الوسط باش ما تفرقعش ليا الحشوه ديالي. ونديرها الحشوه ديالي ندير واحد الكميه ديال الحشوه كبيره هانتوما شتو، يعني هنا ونجمع ونبدا نسد بحال هكا ان شاء الله هانتوما، ونسدها ونجيب عندي بحال هكا هانتوما. شوفوا مزيان باش كتسد ليا. هنا كنحاول نقادها ونسدها مزيان لتحت، ونجيب المول بحال هذا ونحط الكرة ديالي بحال هكا ونخليها مول مدهون بالزبدة. مول خصو يجي مدهون بالزبدة. ها هي نسرحو. درت جوج شكالات المول، درت مول بلا درت مول هذا، يعني الهدف من هاد سميتو خصها تطلع. تطلع كناخدو كمية جيدة ديال الحشوة باش ما يجيوش خاويين، خصهم يجيو عامرين مزيان. هنا كنجمعو بحال هكا ونبداو نجيبو عندنا هكا نجمعو هانتوما بحال الا كنخيطو بحال شكل الخياطة باش نسدو لتحت. حتى هو ما خصاش الحشوة ديالنا تخرج لينا من التحت وما خصاش تخرج لينا من الفوق. ونقدرو نحطوها في مول بحال هذا هكا هانتوما. شوفو معايا اي نوع ديال المول يقدرو يحطو هاديك الشطاوة، يقدروا يديروها في الطاوه ماشي مشكل. غير هنا انا بغيتهم يكونوا واقفين، يكونوا كريات واقفين، ما يكونوش ذوك الكريات يعني بلا بحال الكريسات، ما بغيتهمش يكونوا بحال الكريسات. نقدروا نديروهم بحال الكريسات مي انا بغيتهم هكا
ويتم يشتي داك الفورما ديال الفورما الفورما ديال المول من التحت ويكونوا يعني بحال البالون من الفوق يكونوا دايرين من الفوق هنا دائما كنجبدوا لاباط ديالنا كنديروا هكا ونجمعوا عندنا العجينه بحال هكا ومن الجهه الاخرى شوفوا العمر ديالنا كثيره بزاف نجروا عندنا بحال هكا ونوركوا بالصباع بحال هكا تنجمعها ونسدوها مزيان تتسد مزيان تتسد مزيان من التحت ونقلبوها نتوما شوف ونورك عليها ونعطيها فورما ديال المول ديالي بحال هكا هانتوما نديرها فورما ديال المول وكنشرب واحد الكاس ديال القهوة هذا ما نعطيش القهوة نهائيا ممنوع القهوة ممنوع ديال القهوة حيد عليا الطبيب واحد البيضة كنطربوها باش كندوريو باش كندهنو هاد الكريسات ديالنا اللي خليناهم تخمروا مزيان هانتوما كتشوفوا كيفوتوا المول كيجيو فايتين المول وكندهنوهم من الفوق بحال هكا غير دهن خفيف ما نغركوش باش ما نطيحوش كندهنو حاولوا ندهنوهم من الجناب مزيان ومن الفوق بهذه الطريقه ان شاء الله هانتوما شوفوا معايا كندهنوهم من الجناب ومن الفوق بهذه الطريقه ونخليهم حتى يطيبوا عاد نخوي عليهم شويه ديال الفرماج شويه ديال الفرماج الاحمر باش يذوب فوق منهم باش يذوب فوق منهم هنا كندخلوا الخبيزه ديالنا الفران درجه الحراره 170 يمكن لكم ديروا بالفران غاز عافيه بسيطه لتحت وعافيه بسيطه الفوق ان شاء الله وخليهم يطيبوا على قوتكم ولا من الاحسن الغاز ما تشعلوش الفوق في المره الاولى خليوه حتى يبداو تشوفوا الحموريه كدور بهم شعلوه شويه من الفوق باش يتحمروا مزيان غادي نخرجوا الفران ديالنا بعد ما طابوا يعني هاد الكرات ديالنا نخرجوهم كي نخرجوهم من الفران نحطو فوق منهم الفرماج ديالنا بحال هكا باش يذوب عليهم باش نردوهم مازال الفران ما نردوهمش الفران يعني غادي غير نديرو عليهم الفرماج ونخليوه مع ديك السخونيه ديالهم غادي يذوب عليهم ويلصق خرج الاخرين نفس القضية يعني شوية الفرماج من فوق وغادي نخليو الفرماج ديالنا يدوب بلا ما ندوزو مازال في الفران قبل بكم هادو هما الكريسات ديالنا اللي طيبنا بهذه الطريقة ان شاء الله اللي كيجيو رائعين وممتازين عندنا هنا الفرماج احمر حطينا فوق منهم بدون ما نردوهم الفران وعندنا هادو درنا اليوم الفرماج احمر ورديناهم للفران رديناهم للفران باش ايضا تحمر وجا مقرمش ها نتوما كيجيو خفاف تجي خفيفه وكتجي هائله وكتكون العماره ديالها ان شاء الله في الداخل ها نتوما شوفوا مزيان تجي هائله تجي فيها العماره ممتازه وكتجي خاويه من الوسط لانك تقفل مزيان نتمنى لكم ان شاء الله تكونوا استفدوا من هاد يعني الكريسات الرائعين بطبيعه الحال قطعناهم باقيين سخان نورمالمون هو خاصها تخليهم شويه حتى يبردوا باش ما كيبردوا كيجيو رطبين رائعين ان شاء الله وان شاء الله الى اللقاء في الفيديو القادم ومرحبا بكم السلام عليكم شنو مزيان صافي مالكم